التي يأكلونها إذا جاعوا، وهي التي يسافرون عليها، وهي التي يدفعونها في الديات عندما يقع القتل، وهي التي يدفعونها في المهر. فالناقة بالنسبة إليهم هي رأس المال، ولذلك حتى الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناقة دائما كمثال على المال الطيب، فيقول مثلا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من النوق الحمراء التي لها قدر عند أصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يمضي أحدكم إلى المسجد فيصلي ركعتين خيرا له من ناقتين كمواوين. لاحظ الأمثلة دائما بالناقة لأن لها قدر عند العرب. فقالت قريش: اللي يقبض على هذا الرجل له 100 ناقة. اليوم 100 ناقة إذا بيعت الناقة اليوم مثلا بفرضا ب3000 ريال مثلا، أفرض أنها ناقة عادية للأكل، غالبا يكون سعرها 3000 أو قريبا منها، معناه أن 300,000 ريال هذا مبلغ كبير اليوم، فما بالك به في عصرهم، والناقة في عصرهم لها شأن. فمن قبض على النبي عليه الصلاة والسلام له 100 ناقة، ومن قبض على أبي بكر فله 100 ناقة. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو بهذه المشاعر، وأن قوما يلحقونه من ورائه، وربما جعلوا له رصدا، ومع ذلك الدعوة إلى الله تعالى تشغل باله. فرأى عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق رجلا في الصحراء يرعى غنمه، فأقبل إليه قال: ما اسمك؟ قال: أنا بريدة بن الحصيب. وبريدة صار بعد ذلك صحابيا نقرأ اسمه في الأحاديث، كما تقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه تقرأ عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. فقال: أنا بريدة بن الحصيب. قال: هل لك في الإسلام؟ قال: ما الإسلام؟ وجعل عليه الصلاة نسي عليه الصلاة والسلام أو تناسى من يطلبونه ومن يرصدونه، ما دام في مجال دعوي الآن خلني أستثمره. قال: هل لك في الإسلام؟ قال: وما الإسلام؟ فجعل يعلمه الإسلام: أن تعبد الله وحده لا شريك له، أن تقيم الصلاة، أن تفعل كذا وكذا. فآمن الرجل وذهب إلى قومه مباشرة، قومه أصلا أعراب في الصحراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي، وحدث قومه بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم 30 رجلا. ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه العشاء. هذه الهمة التي كانت عنده عليه الصلاة والسلام هي التي ينبغي علينا اليوم أن تكون في قلوبنا، أن نحب الخير للآخرين، تحب الهداية لهم، حتى إذا رأيت عاصيا لا تتمنى له أن ينزل به غضب أو يخسف الله به الأرض، تمنى أن يقذف الله في قلبه الهداية.